ما رأيك أن نستريح قليلا هنا؟ حسنا. إنني أسمع خرير الماء، إنه لمكان مناسب. فعلا إنه لمكان مناسب. هيا. أبي، اروي لنا قصة حياتك. ولكنكم تعرفونها، عشتم أحداثها معي. ولكن هناك أحداث لم نواكبها. حسنا، سأبدأ من البداية. إننا لا نمل سماع قصصك يا أبي. ستروى قصصك عبر العصور، وسيقال موسى كلم الله وجها لوجه. كان الوقت عصيبا جدا عندما أمر فرعون بقتل كل طفل عبراني يقل عمره عن سنتين. إنك لا تدري. أسرعي أسرعي. قد يكون هذا صراخ حيوان بري. لا، إنه صراخ طفل. اذهبي وافحصي. سيدتي، إنه طفل من العبرانيين. انظري. أبي يقتل العديد من أطفال العبرانيين الذكور، يقول بأن قوتهم تجاوزت الحد. انظري ما أجمله. سأسميك موسى. موسى المنتشل، نسميه موسى لأننا انتشلناه من النهر يا مولاتي ثرموتس؟ نعم، موسى المنتشل. لا يمكنك الاحتفاظ به. سأحتفظ به، إنه لي. موسى، طفلي المعجزة المنتشل. أنت يا بنت، تعالي. تعرفين عن هذا الطفل؟ يا بنت تعالي، لا تخافي. تكلمي يا طفلة. هل تريدين له مرضعة؟ نعم، ادعيها.
مولاتي لا تستطيعين إخفاء هذا الطفل عن سيدي فرعون العظيم. لن أخفيه، إنه ابني موسى الطفل المعجزة، أعطاني إياه نهر النيل، نهر الحياة. نعم سيدتي، سأدفع لك أجر رضاعة طفلي. حاضر سيدتي، حاضر. أعدك بأنني سأعتني به. لابد وأنك كنت طفلاً وسيماً جداً حتى أحبتك ثرموتس. ربما أرضعتني أمي 5 سنوات وكبرت في بلاط فرعون كأمير لمصر، لكن كان يقلقني ويؤلمني عمل إخوتي في جسد. هيا أسرع أيها عميد الأنس، ما حصل لنا كلاب. ذهب ليستنجي. حسنا، عودوا كلكم إلى العمل. لا تجلد أو تضرب أحدا من رجالي أبدا، هل سمعت؟ موسى، لقد سببت لي متاعب كافية، لا تعتقد أنك أفضل من هؤلاء العبيد. سألهب جسدك بهذا الصوت. كيف يشعر من يقتل رجلا؟ لم تحدثنا عن ذلك أبدا يا أبي. عندما أدركت أنني لا أستطيع إبطال ما فعلت، بكيت في حرقة في الليل، وأصبحت روحي رهينة ما فعلت. أما زلت تشعر بالعار على ما فعلت؟ المصري ضرب عجوزا حتى الموت، تمنيت لو كانت هناك طريقة أخرى غير القتل. ربما كانت هذه الحادثة لخيرنا. ليس في القتل خير يا بني. وماذا فعل فرعون؟ أرسل الجنود للبحث عني في كل مكان، كان يريد رأسي. لماذا جئت إلى هنا؟ ستقودهم إلينا مباشرة. كفى يا مريم. موسى، هل أنت بخير؟ لا بأس. يجب أن تذهب يا موسى، كلنا في خطر معك هنا. القصر كله كسرب من النحل يبحثون غاضبين عن قاتل المصري. فرعون يطلب رأسك. لا أدري لماذا فعلت ذلك. قتلت رجلا يا أمي. يجب أن تغادر مصر يا موسى. يوكابد، جهزي له مؤونة. يجب أن تغادر الآن يا بني. إنني لحزين، لقد عرضتكم جميعا للخطر. نعم يا موسى، لقد وضعتنا في أحرج موقف. أنا آسف على كل هذا، كان يضرب عجوزا ضعيفا فلم أستطع السكوت. ماذا تريدين منه يا مريم؟ قسوتهم دفعت إلى ذلك. وإن يكن، اقترب يا بني. فليكن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب معك. Thank you.
النبي سنسقي نحن أولا. هيا صفورة، يمكن أن نسقيها فيما بعد. لماذا تتحرشون بنا دائما؟ اذهبوا. صفورة، متى ستقولين لي نعم؟ لن أقولها، لن تسمعها مني أبدا. غش صفورة، أنا الرجل الوحيد في العالم الذي يمكن أن يروضك. أتسمي هذا ترويدي؟ ابتعد عن طريقي غش. ركا، خلي سبيلها. لم أقصد أي أذى، لقد كنت ألهو. إنها تعلم أنني كنت ألهو. انصرف. تزوجت أمكما صفورة ومكثت في مديان 40 سنة. وماذا عن عائلتك في مصر؟ انقطعت أخبارهم عني وأخبار مصر، ولم أسعى لمعرفة أي شيء عنهم. لماذا يا والدي؟ عشت بسلام ووئام مع أمكما وجدكما يثرون، ثم ولدت أنت بكم. نود زيارة مصر لنرى أين كنت تعيش. لن أرى مصر ثانية. أتظن بأن جاسان ما زالت هناك؟ نعم، جاسان هناك. أما أنا فكنت رجلا علق بين شعبين، أجلس على جانب سياج يفصل عالمين مختلفين. كنت أكافح بهويتين لا يمكن أن تجتمعا. تعني كأخوين يتشاجران بداخلك؟ نعم، كأخوين أحببت كليهما، ولكنهما لم يريدا المصالحة بينهما، فقام أحدهما يوما وقتل الآخر على ما يبدو، فهربت طلبا للنجاة. حسنا، إنني مسرور لأنك هربت يا أبي، وإلا لما ولدنا. أليس هذا أمر غريب؟ أن يخرج خير رائع من بدايات مروعة كهذه. أنتما بركة حياتي، كنت راعياً ولي قلب راعي. لكن أبي، أنت أمير ولك قلب أمير. صحيح، نشأت أميراً، ولكن كان لي قلب راع دائم. العز المرقط اعتبط من القطيع، انتظراني هنا، سأذهب لأبحث عنه. أذهب معك يا والدي. لا داعي، ابقى هنا مع أخيك. لا تتأخر يا والدي. استريحا حتى أعود. لماذا لا تحترق العليمة؟ وفجأة تكلمت العليمة. موسى، موسى، ها أنا. موسى، لا تقترب إلى هنا، واخلع حذاءك من رجليك، لأن المكان الذي أنت عليه أرض مقدسة. موسى، أنا هو إله أبيك، إله إبراهيم، إسحاق ويعقوب. موسى، لقد شهدت مذلة شعب الذي في مصر، فنزلت لأنقذهم من يد المصريين وأخرجهم من تلك الأرض إلى أرض تفيض لبنا وعسلا.
سأرسلك إلى فرعون فتخرج شعبي بني إسرائيل من مصر. لكن من أنا حتى أمضي إلى فرعون؟ أنا أكون معك. أنت ستخرج الشعب من مصر وستعبدون الله على هذا الجبل. من سأقول أرسلني؟ اجمع شيوخ الشعب في جاسان وقل لهم أنا الذي أرسلتك، إلهك وإله آبائك، إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. لكن ماذا إذا لم يصدقوني؟ موسى، ما تلك التي بيدك؟ عصا. ألقها على الأرض. اقبض عليها من ذيلها. والآن أدخل يدك في عبك. أخرجها. رد يدك إلى عبك ثانية. أخرجها. من هو بارئ فم الإنسان؟ أو من يجعله أخرس أو أصم أو بصيراً أو كفيفاً؟ ألست أنا الرب؟ فالآن انطلق فألقن فمك النطق وأعلمك ما تقول. يا إلهي، أنا لست فصيحاً، إنني بطيء النطق. أليس هارون أخاك سألقن فمه الكلام فأعينكما على القول؟ هارون سيخاطب الشعب عنك. اجري جميع العجائب أمام فرعون، لكنني سأقسي قلب فرعون وستقول إسرائيل هو ابني، وحتى ابن البكر قلت لك أطلق ابني، وإذا رفضت إطلاقه لذلك سأهلك ابنك البكر. لماذا لم تحكي القصة بأكملها لجدي؟ ماذا يمكنني أن أقول له؟ أقول له بأن الله أمرني بأن أجري جميع العجائب أمام فرعون، وأن الله سيقسي قلب فرعون إذا رفض إطلاق سراح شعبي، فإنه سيهلك ابنه البكر. جدك يثرون رجل طيب يا بني. أبي، هل كنت خائفاً؟ طبعاً خائف، سيكون الإنسان غبياً إن لم يخف. من هناك؟ من هناك؟ موسى. هارون. هارون أخي. موسى. هارون. هارون. موسى. هارون. أيمكن أن يكون هذا أنت؟ نعم، إنه أنا هارون. أبلغني الرب أنك ستأتي إلى جبله المقدس. أبلغني الله أنك ستكون هنا. الله، الله إله آبائنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب. إلهي،
أبائي. هارون. نعم يا أخي. سأعود إلى بلدي. هارون تعال يا أخي، تفضل تعال واجلس. تعال تعال يا هارون، تفضل اجلس. تعال يا أخي. هارون هارون عندما رأيت وجه هارون قادما من الصحراء عرفت أنني لن أعود إلى مديان أبدا. أبي، ليس من السهل على إنسان أن يترك أهل بيته ويترك السلام الذي يعيش به وينتقل إلى عالم مجهول. أبي، أنت رجل شجاع. أبنائي، الإنسان لا يحتاج إلى جرأة أو شجاعة ليصدق ما يقوله الله، بل يحتاج إلى قلب مستعد للاستماع. يصعب أن أصدق. ثرموتس ماتت وفرعون مات، كل رجال البلاط الذين سعوا لموتك قد ذهبوا، وهذا الفرعون الجديد ولد بعد أن غادرت، الابن الأصغر لرمسيس الثاني. أي لم يسمع بي أبدا؟ ربما سمع عنك كعبراني انتشل من النهر، لكنك أسطورة الآن. ربما كان هناك تهديد ذات مرة ولكنه منسي الآن، أخذه إلى القبر كل أولئك الذين سعوا لقتلك. وثرموتس؟ ثرموتس حمتنا وكلفها ذلك كثيرا من سمعتها، لكنها حزنت على فراقك. تشبثت بنا لتسمع عنك خبرا، أي ذكرى صغيرة. ذلك يمس أوطار قلبي يا هارون. أنا مدين لها بحياتي، إنني آسف لموتها. أمي وأبي توفيا بعد رحيلك مباشرة، لقد شق عليهما فراقك. مريم منفعلة. هل قلت لها؟ كان يجب أن أبلغها. إن تكلم الله مع إنسان فتلك مناسبة عظيمة. لا تتكلم دائما بكل ما تعرفه يا هارون. ولمن قلت أيضا؟ قلت ذلك إلى مريم فقط. تعال تعال لأريك المكان المقدس. هيا. اخلع حذائك يا هارون، هذا مكان مقدس. إذن هذا هو المكان؟ هذه هي العليقة؟ أي، ولم تحترق شوكة واحدة. وهنا حول الله عصاك إلى حية وأصيبت يدي بالبرص. أعتقد أن هذا سيكون كافياً لإقناع الشعب. موسى، الشعب مستعد للخروج من مصر. لا يمكننا عمل شيء، الله يستطيع عمل كل شيء. الطريق طويلة إلى جاسان، هيا بنا. هيا يا موسى هيا. تعال يا موسى، تعال وقل لي كل ما قاله لك الرب. هيا.
لقد كان مثيرا ذلك اليوم يا أبي. فعلا كان مثيرا جدا، يبدو وكأنه حصل بالأمس. أنا أفهم بأنه كان صعبا عليك مفارقة المكان الذي كلمك فيه الرب. نعم، ولكن إرادة الله فوق كل شيء. أين كنت يا هارون؟ عدت إلى العليقة مرة أخرى، إنني منفعل وخائف. وكذلك أنا يا هارون. موسى تعال وقد شعبنا. هارون، لست إلها تركع لي، هناك إله واحد فقط، الله الحي، وقد سمعت صوته، أسلم له فقط. فلنذهب إلى جسان. هيا يا أخي. هيا. هيا يا موسى هيا. أتمنى أن أكون مع صفورة وأن تلتقي أنت بصفورة وولدي الرائعين. اشرح لي لماذا اضطرت صفورة إلى ختن ابنك البكر. كنت غير ذي نفع لله، كان يجب أن أدخل معه في عهده كما فعل أبونا إبراهيم. أعلم الآن مدى صعوبة هذا عليك. فعلا يا هارون، إنه صعب جدا. الله أعانا للوصول إلى مصر، أنا وعمكم هارون. كانت رحلة صعبة وشاقة. كان الأصعب فراقكم أنتم وأمكم صفورة، وترك البيت الهادئ الذي تقسمناه في مديان. وتوجهتم إلى جسان؟ نعم، وهناك بدت لي جسان مرة أخرى، مدينة العبودية الرهيبة برائحتها وذكريات بها. أصبحت جاسان ضعف حجمها الذي أعرفه. المصريون يهابوننا لكثرة عددنا، لكنهم لا يعلمون أننا شعب مكسور الجناح يا موسى. انتظر هنا، أريد أن أهيئ مريم. حسناً. الحمد لله، المجد لله، الله الرحيم. عادت إلي قوتي. ماذا تفعلان هنا؟ ادخلا إلى الداخل. هيا هيا يا مريم إلى الداخل. موسى أنا خائف. لا تخف، أنت أفلحت يا موسى، وماذا عني أنا؟ هارون، الله معنا. هيا هيا. يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، اسمعوني. جئت أنطق باسم أخي موسى، الذي كما تعلمون لا يتكلم لغتنا بفصاحة. تربى في قصر فرعون على يد ابنة فرعون،
وكان يجري إعداده ليكون فرعون مصر كلها، إلى أن أخي تماثل بقوة مع إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فقتل مصرياً بدافع عطفه على شعبه، فسعى المصريون إلى قتله، فهرب إلى مديان، مكث فيها 40 سنة. كان هناك راضياً قانعاً بزوجة وعائلة وقطعان، وظن أنه سيعيش فيها بقية حياته، غير أن الله تجلى لموسى من خلال عليقة متقدة، أمر موسى بالعودة ليقود شعبه ويخرجه من مصر. إذن أين الجيش؟ كيف يمكن لموسى أن يقودنا بدون جيش؟ ومن الذي سيحمينا من العربات المصرية؟ من يحتاج جيشاً إذا كان الله إلى جانبهم؟ صرخنا بصوت عال يقيم الموتى، أرنا شيئاً وأعطنا دليلاً، امنحنا رؤية. إنه إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. مجد لله. لا داعي أن يدافع أحد عن الله، عندما يظهر يكون قوة عارمة. هل جعل الله العبيد يثورون؟ لو حدث ذلك لكان حمام دم. بعون الله كان بإمكانك أن تستولي على كل مصر. لم يكن هذا الهدف، كان يجب أن نغادر مصر، الله أمرنا أن نغادرها. كان لابد أن تقابل فرعون. ذهبت أنا وعمكم هارون كما أمر الله. ودخلتم القصر؟ نعم. فرعون الجبار، موسى يريد أن يمثل أمامك. نعم، الذي نصب نفسه زعيماً لعبيدنا. ما زلت أعتقد أنها سابقة خطيرة يا صاحب الجلالة. كلا، أريد أن أرى موسى هذا. أحضروه هنا. أمرك يا مولاي. تفضلوا. موسى، سمعت عنك، لقد ترعرعت بالقصر، أليس كذلك؟ أميراً لمصر. هكذا يقول الرب إله إسرائيل، أطلق سراح شعبي ليحتفل بالبرية. من هو الرب هذا حتى أطيع أمره وأطلق إسرائيل؟ أنا لا أعرف الرب ولن أطلق العبيد. صاحب الجلالة، لا تضيع وقتك مع هؤلاء. كلا، هذا يضحكني، إلههم يريد منافسة آلهة مصر، إله واحد ضد آلهة عديدة، لن تكون منافسة. جامبرز، العبيد العبرانيون رفعوا رؤوسهم، يجب أن تحنى هذه الرؤوس، ولكن بالعقل وليس بالقوة. صاحب الجلالة، يحسن أن تدعهم يعلمون أن العصا بيدك. إن إله العبرانيين قد التقانا،
رجاء دعنا نذهب مسيرة 3 أيام للصحراء لنقدم الذبائح للرب إلهنا لئلا يعاقبنا بوباء. صاحب الجلالة، هذا كلام مجرد كلام، إنهم لا يملكون سيوفا. سيف من يستعير هذا الإله؟ سيف سيدنا؟ هذه حماقة. بعد أن كثر شعبكم في أرضنا تريد أن تريحه من الأعمال الشاقة. إن كانوا يريدون تقديم الذبائح لإلههم هذا فمن الأفضل أن يغادروا مصر لئلا يدنسوا أرضنا بدماء ذبائحهم. الحقيقة أن هذا سيغضب إله العجل أبيس الجبار، وهذا يغضبني أيضا. أغرب عن وجهي يا موسى، لقد قررت بشأن هذا الأمر ولن أتراجع عن قراري. وهكذا يفعل ابن رعية فرعون الجبار ويصدر أمر. انصرفا، اخرجا. ماذا حدث؟ لم أشهد أبداً مثل هذه القوة وهذا الهدوء. كان ينبغي أن تري موسى يقف أمام فرعون الجبار، لم تطرف له عين ولم ترمش عين فرعون أيضاً. بالتأكيد، إذا كان إلهنا معنا في هذا الأمر فسيخضع فرعون. ليس فوراً، أعتقد أنها بداية منافسة. الله الواحد الحي ضد آلهة مصر العديدة، إنها منافسة بين إله واحد ضد آلهة. رأيت نظرة القوة في عيني فرعون اليوم. إذا ضحك منكما فرعون، بل كان عصبيا. أريد وقتا للاستراحة، إنني تعب جدا. لقد فكرت في الأمر. كفوا عن إعطاء الشعب تبناً لصنع الأجر ليجمعوا تبناً لأنفسهم، وأريد أن تبقى نفس كمية الأجر السابقة، لا تنقص شيئاً منها. ذلك لأنهم كسالى ويريدون 3 أيام راحة من العمل. يا فرعون الجبار، إنهم لم يتكلموا أبداً عن إلههم هذا إلى أن ظهر موسى. إنه يثير الشعب. لن يجدوا وقتاً للإثارة، سينشغلون بجمع التب. افعلا ما أمرت به. يا إلهي سبحانك، انظر كيف وهنت عزيمة الشعب. لقد فقدوا ثقتهم بي، وفرعون لن يصغي إلي. لا أجد الكلمات المناسبة. من أنا حتى أقف أمام فرعون؟ يا إلهي، هذه هي البداية، أليس كذلك؟ أعد نفسك، سيتصلب قلب فرعون. لماذا سيبقى قلب فرعون متصلب؟ لكي يظهر بأن الله هو الله الواحد الحقيقي للأرض كلها. لا أحد يمكن أن يعد نفسه لهذا. لذا يجب أن نعتمد على الله. حسناً يا موسى، أعرف ما ستقول. أطلق شعبي. هذا الله الذي تعبده إنه يصنع معجزات، أليس كذلك؟ أرني معجزة، أرني شيئاً، قوة، شيء. ماذا ستريني أنت أولاً يا فرعون؟ ألا ترى الشمس تطلع في الصباح؟ ألا ترى النيل يرتفع وينخفض في موسمه، والحيوانات تضع مواليدها في حينها، وتجنى المحاصيل في الموسم؟ النظام، الآلهة تجلب النظام لمصر، وأنا ابن رعى الذي يحكم نظام كل الأشياء. وأنت يا موسى، أنت مشوش، تخلق المشاكل والفوضى. أرني شيئا، أي شيء،
لا يمكنك أن تمثل أمامي خالي اليدين وتطلب مني أشياء. هارون، خذ عصاك والقها أمام فرعون الجبار. ألقها يا هارون. حيلة سوقية رخيصة، يمكن لأي ساحر من سحرتك أن يفعل هذا. أنتم أيها السحرة لا تنفكون عن تسليتي. هيا بنا نخرج الآن. ألم يستجب لكما فرعون؟ بل زاد قلبه قسوة. وما رأيك يا موسى؟ الرأي عند الله، إله أبائنا جميعا. والآن سأدخل الغرفة حتى يأذن لي ربي بعمل ما. اجلس أولا لتأكل معنا، إنني أعد الطعام. لا أشعر بالجوع، كلوا أنتم. ها هو قادم. موسى، موسى يأتي ليرى نهر الحياة الذي سمعت بأنك انتشلت منه. أطلق صراح شعب اللي يعبدوني في الصحراء، يقول الرب إله بني إسرائيل. سأستحم الآن يا موسى كعادتك. إنك لا تفقه ما يقال لك حتى الآن يا سيدي. خلي الحراس على مقربة، إني بالتأكيد أريد حماية من هذين إذا دعت الحاجة. ستعلم يا فرعون بما أجريه الآن أني أنا السيد. أنا ضارب بهذه العصا التي في يدي على ماء النار فيتحول دما. فرعون العظيم الجبار، تعز بسحرتك وفنونهم الخفية. موسى، الفوضى لن تنتصر على آلهة النظام، آلهتنا. انظر كيف أن حيلك ليست أكثر من فنون سحرية. أنا متأكد بأن فرعون قد جن عندما رأى ماء النيل يتحول إلى دم. نعم، لكن قلبه لم يلن.
حتى بعد أن ماتت كل الأسماك في النيل. لم تمت فقط، بل أنتنت وتعفنت. انقضت 7 أيام بعد أن حول موسى النهر إلى دم، وماتت كل الأسماك، ورائحة السمك المنتن تغمر الناس. إنهم يحفرون آبارا في جميع أرجاء البلاد طلباً للماء. الأمر خطير يا سيدي. إن كانت عندكم قوة حقيقية لا مجرد حيل مثل موسى، فستعيدون النظام ولا تنسخوا فوضى العدو. أليست القوة بالفعل لا بإبطال الفعل؟ كلمات خادعة. هل أنا العاقل الوحيد في مصر كلها؟ موسى وهارون في الباب، لماذا لم أفاجأ؟ فرعون، أطلق سراح شعبي ليعبدوني، هكذا يقول الرب. لقد سئمت من هذه الألعاب يا موسى، انصرف. نهر الحياة الجبار يشفي نفسه رغم إلهك. إذا أبيت أن تطلقهم فها أنا بإذن الله ضارب جميع تخومك بالضفادع، وسيعج النيل بالضفادع. سيدي سيدي، ألف الضفادع في الخارج. انظر يا سيدي، الوعاء فارغ، انظر. انظر، إنه مليء بالضفادع. ما هذا مقارنة بهذا؟ اتركني يا موسى، لقد سئمت منك. لماذا تكرران ما يفعلان فقط؟ لماذا لا يمكنكم إبطال ما يفعلان؟ ألا تستطيعون تخليصنا من هذه الضفادع؟ هل جن إله الخصم؟ ليس لدينا تفسير جاهز نقدمه لك يا فرعون الجبار، لكننا سنجد تفسيرا. سنجد تفسيرا. اتركاني، انصرفا. أين الضفادع؟ أين الضفادع؟ لا يوجد ضفادع يا مولاي. قل لفرعون أريد الدخول. مولاي، موسى يريد الدخول. أدخل. أتيت وحدك؟ أين أخوك؟ يتحدث مع سحرتك. ألست خائفاً بدونه؟ خائف؟ لا، أخاف الرب فقط، إله بني إسرائيل. نعم، هذا شيء جيد، يجب أن تخاف الله. النتن الذي سببته لا يطاق. سمعت بأن أكواماً من الضفادع كالأهرامات قد تجمعت في كل أنحاء مصر وأنتنت. أطلق سراح الشعب يا فرعون. موسى، لا أستطيع، أحتاجهم لتنظيف الفوضى التي صنعها إلهك، ومن المؤكد أنه سيتفهم ذلك. أطلق سراح الشعب ليعبدوا ربهم يا فرعون. لا لا يا موسى لا. أتدري يا موسى؟ إنه أحبه. كنا نستطيع أن نكون أصدقاء غير متساويين تماماً، بل نكون أصدقاء وقت الفراغ. يا فرعون، ما دام قلبك غليظاً نحو الله فسيظهر قوته من خلال عنادك. وماذا يمكن أن يفعل بي؟ لا شيء يستطيع أن يمسني. ويقول لي سحرتي بأن كل ما فعلته مستمد من الفنون الخفية. لا تتباهى بالقوة أمام الله. أنا إله يا موسى، لن أطلق سراحك وسراح شعبك لتذهبوا إلى أي مكان الآن، فهمت؟ حتى الآن الوقت غير مناسب يا فرعون الجبار. إنك تقر بأني قوي، أليس كذلك؟ أطلق سراح شعب يا فرعون. اذهب يا موسى، أرى أننا لن نكون أصدقاء أبدا. كلامك ليس مقنعا. كلا،
لن أطلق سراح شعبك. انصرف. ابسط يدك بعصاك واضرب بها تراب الأرض فيتحول إلى قمل يملأ أرض مصر. إنه يأكلني حياً. هذا من فعل موسى، أعرف ذلك. اتفقوا ما رخصاً وفعل شيئاً. لا يمكننا فعل شيء كهذا. هذا غير ممكن. هذا هذه إصبع الله. إصبع الله يا فرعون. إصبع لا شيء، سأطيح برأسيكما على هذا. أقطع رأسينا، أي خير لنا مما نحن فيه. هل يمكن أن تنحني مصر كلها أمام هذا الغباء؟ كيف يمكن لآلهة مصر أن تنحني لإله فوضى واضطراب؟ ارفع رأسيكما، حاربوا، آلهتنا ستنتصر، سأنتصر. إنها إصبع الله، من يستطيع أن يتحملها؟ تعالوا، حاربوا، مارسوا فنونكم الخفية، عودوا أيها الأغبياء، أغبياء! من غير فرعون ابن الشمس يستطيع محاربة آلهة الفوضى ويخلق النظام من الفوضى. موسى أنت إله شيطان تمارس الشر. وكانت ضربة أخرى. هل اعتبر؟ لا، لم يعتبر. فرعون يتحداك؟ تحدى إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب. وماذا جرى بعد ذلك؟ جاء إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب ليدمر آلهة مصر في أرضها، وكسر فرعون قلبه لمطالب موسى ونفقت البهائم وغطت الدمامل أجسام المصريين، ثم نزل البرد ليدمر الشعير، وجاء الجراد ليأكل القمح، وأصبحت مصر خرابا، لكن لم يصب شيء أرض جاسان. لماذا كان الله بحاجة إلى كل هذه الضربات؟ كان باستطاعته وبسهولة أن يلمس قلب فرعون ويلينه. كان يستطيع، لكنها طبيعة الإنسان أن يقاوم عجزه حتى في حضور الله. انتظر، الأحسن لم يأتي بعد. موسى، مصر في حالة خراب، انظر ما فعلت. حاولت المصالحة معك، قلت لك أن باستطاعتك أن تعبد إلهك، ورغم ذلك ما زالت الأوبئة تدمر مصر. يا فرعون، لا يمكنك أن تملي شروطك على الله. عليك أن تدعنا ننطلق 3 أيام بالصحراء. وماذا عساني أن أفعل؟ أنا ابن رعم، ما زلت أطلع الشمس وأغربها، ما زال هناك نظام في مصر لا يمكنك أن تمسه. اذهب عني يا موسى. يا فرعون، إنك تاب أن تتواضع أمام الله. أطلق سراح الشعب ليعبدوه، هذا ما يجب عليك أن تفعله. قد اعترفت بإله جسان هذا بقدر ما أستطيع. لقد شنفت آذاني بتوبة زائفة لتحملني على أن أتوسل لك أمام الله، وفي كل مرة قسيت قلبك ونكثت عهدك بالسماح لنا بالانطلاق. ماذا يمكنك أن تفعل بي أيضا يا موسى؟ بعد كل الذي فعلت،
اذهب واتركني. ماذا ستفعل الآن يا موسى؟ قال لي الرب: ابسط يدك نحو السماء فيغطي ظلام دامس تلمسه اليد على كل أرجاء مصر. اذهبوا يا موسى واعبدوا الرب، ولكن اتركوا وراءكم ماشياتكم وقطعانكم، أما صغاركم فليمضوا معكم أيضا. فرعون، عليك أن تسمح لنا بأخذ ذبائح محرقات لنقدمها للرب إلهنا. لن نترك ظلفا واحدا من مواشينا. اذهب عني يا موسى واحذر لنفسك، لا تمثل أمامي مرة أخرى، فيوم ترى وجهي تموت. حسناً قلت، فأنا لن أرى وجهك مرة أخرى. فرعون الجبار، عندما ضاء رأي السماء ولد لك ابن. لقد انتصرت على إله موسى هذا يا سيدي، ها هو ابنه، ابن الشمس، تناسخ الإله رع. انقذت مصر وطلع رع. ولدي، لقد صدنا. أترون؟ لا بد وأننا أقوياء، مصر ستبقى أقوى من ذي قبل. يا إله النور، بدد هذه الفوضى المظلمة عن أرضنا، واعد قوة مصر وخادمك فرعون. إلى متى يا موسى؟ ستة أشهر إنها كافية. ستة أشهر كفاية يا موسى. قل لنا أننا سنغادر. إننا سننطلق. نعم، كانت ستة أشهر طوال، لكننا شهدنا إلهنا ينتصر. إنه رب الأرباب، الله الواحد الحي الحقيقي. ماذا سنفعل يا موسى؟ نحزم أمتعتنا ونرحل؟ لا،
الليلة سيغطي ملك الموت كل مصر ويموت كل بكر فيها، لكن ستنجو جاسان إذا أطعنا كل ما يأمرنا به إلى هنا. قل لنا وسنخبر جميع الشعب. على كل عائلة أن تأخذ عنزا أو حملا لا عيب فيه ويكون ذكرا ابن سنة وتذبحه عند الشفق. ثم خذوا الدم وبغسل زوفا ادهنوا القوائم والعتبات العليا في بيوتكم، ثم في نفس تلك الليلة تأكلون اللحم مشويا بالنار على أن تأكلوه مع فطير غير مخمر ومع أعشاب مرة، تأكلون رأسه مع أكاريمه وجوفه مشويا، ولا تأكلوا منه نيئا أو مسلوقا، تأكلونه كما يلي: بعجلة وأحقاؤكم مشدودة وأحذيتكم في أرجلكم وعصيكم في أيديكم، عليكم أن تأكلوه بعجلة فيكون هذا فصحا للرب. يا مولاي أسرع إلى مولاتي. ماذا جرى؟ لا أدري. اتبعني. ماذا حدث؟ بكرنا مات. مات. ولدي مات. أحضر لي موسى. أمرك يا مولاي. اتركوا مصر، خذوا رجالكم ونساءكم وأبناءكم، خذوا قطعانكم، انطلقوا واعبدوا ربكم. موسى، صلي من أجلي وباركني أمام ربك. رجاءً وغادر، غادر ولا ترجع أبداً. هات، لقد أذقتونا مرارة العيش.
إننا سنغادر مصر مع عظام يوسف. مع عظام يوسف ومع كل ذهبهم وفضتهم. لقد كلم الله إبراهيم عن هذه الليلة قبل أكثر من 400 عام. هارون، هل يستطيع عبد أن يكون حراً حقاً؟ ألن يفكر دائماً كالعبد وتكون له عقلية العبيد؟ هل يمكن لهذا الشعب أن يكون حراً أبداً؟ تحت قيادة جيدة يا موسى يمكن أن يجدوا طريقهم. نعم. هل يستطيعون؟ هل يستطيعون حقاً؟ نعم. هيا هيا. سيشكلون خطراً أينما ذهبوا. وأنا أيضاً فقدت ابني بكري. جميع عائلات مصر بكت دموعاً مريرة هذه الليلة. كان باستطاعتي أن أعفي الأمة من كل ذلك. كان بإمكاني أن أسمح لموسى أن يأخذها. لا شيء سوى المشاكل. فليكون مصدر مشاكل لغيري الآن. بالصباح أرسل شخصاً إلى جاسان ليرى من تركوه ومن بقي منهم. هل نزودهم بأوامر بالقتل؟ لا لا، أريد أن أعرف ما صنعوا. أريد أن أعرف ما الذي أنقذ أبكارهم. أريد أن أعرف لماذا قتل ابني. انظر إليهم، كثيرون، ألا يستحقون فدية الله؟ هل سيتقسى قلب فرعون؟ ماذا لو تبعنا جيش مصر يا موسى؟ عندئذ سيمد الله يد العون لنا. كيف لا تثقين؟ الله سيهدينا. عمود السحاب نهارا وعمود النار ليلا. سنجد الطمأنينة عندما نستقر آمنين في أرض الميعاد. موسى، الشعب تعب يا موسى، يريدون أن نتوقفوا. قل لهم لا نستطيع أن نتوقف. انظر، السحابة تأمر بالسير قدما. يتعين أن نتوقف يا موسى. نحن أحرار يا مريم، أحرار، نتبع إلهنا حيث يقودنا. دعونا لا نتوقف عن هذا العمل. إذا كان الأمر يتطلب تحريك أقدامنا خطوة واحدة كل مرة. هذه ليست مسابقة، نحن ببساطة شعب مغلوب ننجو بأرواحنا. عندهم سنتوقف عند البحر. موسى، نحن في ورطة. ما هذه السحابة؟ مصريون، الجيش المصري لتموت عربات تجرها الجهاد. الألاف الخيانة والمشاة المسلحون بالسيوف والحرام. فرعون معهم؟ لقد رأيت علم فرعون في المقدمة. ماذا سنفعل الآن يا موسى؟ قال لي الرب سأقسي قلب فرعون حتى يسعى وراءكم. فأتعظم آنئذ على فرعون وجيشه، ويعرف المصريون أني أنا الرب. عرفت هذا ولم تخبرنا به. يقول الناس كان خيرا لنا أن نظل عبيدا في مصر من أن نموت هنا في هذه الصحراء. لماذا لم تتركنا وشأننا فنخدم المصريين؟ كنا أحسن حالا كعبيد. ماذا لو رجعنا؟ فلنستسلم وسيعيدوننا. اسمعوا، لا نستطيع أن نعود.
انظروا خلاص ربنا وراءنا إلى البحر وراءنا. هيا إلى موسى، ماذا يمكنه أن يفعل؟ إنه يقف على الصخرة. لربما يعتقد أنه سيتغلب على فرعون وجيوشه بهذه العصا. المصريون من خلفنا والبحر أمامنا. لا أعرف السباحة. والموت يتربص بنا، سنموت جميعا. أمي أنا أخاف. إنكم تثرثرون كالعجائز، انهضوا اعملوا شيئا. يا رب، لهم يدركون أن الله القدير هو الرب. لقد شق الله لنا طريقاً حيث لم تكن هناك طريق. هذا هو الرب، الله القدير. أخرج الشعب وأبروا البحر. هيا ورائي إلى البحر. ماذا ينتظر ربك يا موسى؟ لا يمكنني أن أتحمل أكثر. ماذا ينتظر ربك حتى آخر لحظة يا موسى؟ فليفعل شيئاً. الكل يتكلم. لماذا تتكلم ضد الرب إلهك يا أزور؟ أؤمن بأن الله قادر، لكن لست واثقا أنه يريد. فمن نكون نحن حتى دخلنا بأحكامه؟ ها
هذا هو العبد فيك يا أزور، الذي يرى دائما الجانب المظلم من السلطة، وليس له أذنان يسمع بهما صوت الراعي الصالح الذي يبعدك عن طريق الأذى. أزور، إذا كنت ستتكلم هكذا دائما فإن كل ما تسمعه هو صوتك أنت. لقد لصق المن في سقف فمي. أريد ماء، أريد ماء، الماء، ماء. قل لربك أن يعصر السحاب، ينزل من السحاب ماء. هل جاء بنا الله هنا ليقتلنا؟ لا، ليست هذه الطريق يا أخي. لكنك أنت دائما الذي تثيرنا. دعنا نضع حدا لموسى، ويمكنك أن تقودنا إلى مصر. لا أعرف الطريق. إذا اسكت. هيا يا هارون ويا مريم، لقد أمرني الله أن أذهب إليه. اجمع العطش، سيعطيهم الله ما يشربون. أيها الناس، يقول موسى بأن الله سينجينا. تعالوا معي إلى أسفل الجبل لنرى كيف سيتم ذلك. تعالوا، ماذا سنخسر؟ أيها الناس، عودوا إلى الوراء. أمرني الرب أن أضرب الصخرة لكم. من ذا الذي يشك بالرب إلهنا؟ لقد أنقذنا. كم أنا أحمق، إنه الله في وسطنا. إنني أدعو اسم هذا المكان مسة، ولأنكم هنا امتحنتم الرب إلهكم، لا تنسوا هذا المكان. انظر يا سيدي، من القادم؟ لا أصدق، هل أنا بحلم يا رب؟ من هؤلاء؟ إنها عائلتي يا يشوع. صفورة، 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 صفورة. إليعازر، كيف أنت يا بني؟ إنني بخير يا والدي، كما أنا سعيد بلقائك يا والدي. وأنا أيضاً. بكري، كرشم، كما أنا سعيد بلقاكم. كانت رحلة شاقة يا زوجي. أشكر الرب لوصولكم سالمين وعلى لم شمل عائلتي. تعال يا يشوع،
إنه ساعد الأيمن. أنا هو الرب إلهك الذي أخرجك من أرض مصر ديار عبوديتك، لا يكن لك آلهة سواي، لا تنحت لك تمثالا، لا تسجد لهن ولا تعبدهن، لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا. موسى تحدث إلينا وسنستمع لك، لكن لا تدع الله يتكلم إلينا وإلا سنموت. لا تخاف، إنما الرب جاء ليمتحنكم. لقد رأيتم أن الرب كلمكم من السماء دون أن تروا. فليتبارك اسم الرب. أذكر يوم السبت لتقدسه. أكرم أباك وأمك. لا تزني، لا تقتل، لا تسرق، لا تشهد زورا على أحد، لا تشتهي أي شيء. هو ذا دم العهد الذي قطعه الرب معكم بناء على جميع الأقوال، لأن حياة اللحم بالدم، وأنا الرب إلهكم أعطيتكم إياه على المذبح لأغفر لأرواحكم، لأن الدم هو الذي يصنع الغفران لأرواحكم. انظروا، ها هما يتسلقان الجبل. كم سيطول غيابهما؟ لم يقل، لكنهما لم يأخذا معهما طعاماً أو شراباً. ماذا يعني ذلك؟ لا أدري. صفورة، هارون، بدأ الناس يقلقون على موسى. ماذا جرى له؟ مر 40 يوما تقريبا. لا يمكنني السيطرة على الناس، يعتقدون أنه ميت، بل إنهم متأكدون بأنه ميت. لقد فعلت كل ما أستطيع. إنهم قادمون، قادمون يا هارون. هارون، أنت تعرف أنه ميت والطيور الجارحة قد أكلت لحمه. كفى، لا أحد يعلم. إنه غائب منذ 38 يوما، 38 يوما بدون طعام أو ماء. يجب أن ننتظر. لا نستطيع الانتظار، سنموت إذا لمسنا الجبل. اذهب أنت يا هارون. لا أحد يمكنه أن يذهب إلى هناك. هارون، الشعب خائف وهم بحاجة إلى طمأنة، يريدون شيئاً يستطيعون لمسه ورؤيته. هارون، اصنع لنا إلهاً يمكن أن نراه. لا تفعل شيئاً كهذا يا هارون. هارون، الشعب مستعد للثورة والعودة إلى مصر أو إلى أي مكان آخر إلا هنا عند أسفل هذا الجبل الملتهب. هكذا إذن، أحضروا لي جميع أقراط الذهب التي بالمخيم. هيا هارون، أتوسل إليك. اهدئي يا صفورة، اهدئي. هيا هيا بنا.
ارفعوا هذا العجل على المذبح. غدا عيد الرب. ها هو ذا الإله الذي أخرجكم من أرض مصر. هذا تجديف، كفر وإهانة لله. أراد الله أن يدمر الشعب في ذلك اليوم ويمحوهم عن الأرض. غضب الله عليهم غضبا شديدا. كيف يمكن أن يكون الله عادلا ويدعهم يعيشون؟ حسناً، دعني أقول لك ما حدث. يا موسى قم وانزل، فإن الشعب قد فسد. لقد تأملت في هذا الشعب، وإذ به شعب عنيد متصلب القلب. والآن دعني وغضب المحتدم فأفنيهم، ثم أجعلك أنت شعباً عظيماً. اسمع، هذا صوت تأهب لقتال بالمخيم. لا، هذه تبول رقص. دعنا نكمل الطريق لنرى ما جرى. هيا. هارون، اطحن الذئب حتى يصبح ناعما، وذره على وجه الماء، وارغم الناس على الشرب منه. أمتى مساء؟ هارون، ادخل. ماذا فعل بك هذا الشعب يا هارون؟ كيف حملوك على أن تجلب عليهم هذه الخطيئة العظيمة؟ لا يحتدم غضب سيدي. أنت تعرف شر هذا الشعب. لقد قالوا لي اصنع لنا إلهاً يتقدمنا. لا ندري ما الذي أصاب هذا الرجل موسى الذي أخرجنا من ديار مصر. ظنوا أني قد مت، فقلت لهم من لديه ذهب فلينزعه ويعطيني إياه، فطرحته في النار فخرج هذا العجل.
خشيت أن يقتحم الله الجبل ويهبط إليهم، فعدت إليه لأكفر عن تلك الحفلة الماجنة، لكن عدالة الله لم تنتهي. عرفت أننا نخدم إلهاً عادلاً. لا شيء يخفى على عيني الرب، لا شيء مهما قل وصغر شأنه. القيادة مسؤولية كبيرة يا صفورة. إنها عبء، حمل ثقيل، لا أريد لهذا الحمل أن يقسم ظهره. يشعر موسى كأنها خطيئته هو، لأنه أخرج الشعب من مصر وقد تحمل المسؤولية. هو قال لك ذلك؟ قال لي موسى إنه طواق للمثول أمام الله، وقال لي أيضا بأن الله ندم على إخراج الشعب من مصر، وهم شعب عنيد متسلط. يندم؟ نحن عبيد، والعبيد دائمو التذمر والشكوى. وليس هذا فقط، بل ردوا أيضا الفضل للعجل الذهبي على إخراجنا من مصر. وماذا يقول في ذلك أخي موسى؟ قال بأن إله إسرائيل هذا هو الله الحق، الله الحي، ولا فضل للعجل على الشعب. وقد آلمه أكثر احتفال الشعب بالعجل الذهبي. كانوا ينتحلون عذراً فقط للاحتفال، كان الناس في حالة جهد عظيم. لقد ارتكبوا إثماً عظيماً. ومن تكوني أنت حتى تصدر ذلك الحكم؟ مريم كانت تشعر بمرارة لأنني كنت أستمع إلى صفورة. أبي، بعد العجل الذهبي كيف كان يمكنك أن تقف أمام الله؟ ذهبت لأمثل أمام الله وأنا لا أحمل شيئاً بيدي. الذي أخطأ إلي أمحوه من كتابي، والآن اذهب يا موسى وقد الشعب إلى المكان الذي ذكرته لك، ولكن لا بد من معاقبة الشعب على خطيئتهم. وباء يكتسح المخيم. أين موسى؟ الوباء يقتل كل من عبد العجل الذهبي. إنني أخشى على حياتي. يجب أن تخشى عليها، لقد قلت لك أن لا تفعل. مريم، كلنا مذنبون مع هارون، لم يحاول أي منا أن يمنعه، لقد شارك الجميع في صنع العجل. لكنني أنا الذي نصبه ومهد الطريق. لقد فعلت ما أراده الشعب يا هارون. كان يجب أن يضربني موسى بدلاً منهم. موسى يفعل ما يأمره به الله. أعرف هذا.
هارون، ماذا تفعل هنا؟ أنا واثق أنه لم يبق لي إلا القليل لأعيش. اللهم ارحمني. لا، لم يحن أجلك بعد. رأيت الرجل يحتضر أمامي وفي عينيه خوف ورجاء. كان يجب أن أكون مكانه. لا، لم يحن أجلك بعد. دورك لم ينتهي بعد يا هارون. لقد رسمك الله كاهنا أكبر له. مسؤولية القيادة عبء ثقيل. وهل أنا أهل لذلك؟ مولاك أهل لذلك ما رسمك الله. لقد تاب هذا الشعب عن خطئه العظيم، فكن قدوة لهم. أخي، واستبدل الله اللوحين اللذين كسرهما موسى، وتعبد الناس، وأمر الله موسى أن يبني له خيمة خاصة، قبة عهد، لكي يكون موجوداً. اليوم نحتفل، اليوم نحضر ذبيحة الإثم للرب إلهنا، اليوم ندخل في حضرة الله المقدسة بأضحية دم يطلبها لتغطية إثمنا. فلنبدأ يا هارون. وقف هارون مع عنزتين إحداهما عن يمينه والأخرى عن يساره، يسحب حجراً أبيض وأسود من جعبة في جيبه، يفتح يديه فوق العنزتين، يؤشر هارون على العنزة التي ستذبح. بعد الذبح يقسم الدم إلى وعاءين، أما الأحشاء فتوضع في وعاء آخر. أحشاء الذبيحة التي في الوعاء توضع فوق نار المذبح لإرضاء الرب. الدم من الوعاء الأول يوضع على قرن المذبح. بقية الدم تصب فوق نار المذبح. الكاهن الأكبر يجب أن يغسل يديه وقدميه قبل دخول قدس الأقداس. ويأخذ الكاهن الأكبر الوعاء الثاني المليء بالدم معه إلى داخل الخيمة. يغمس هارون إصبعه في الدم ويرشه سبع مرات على مقعد الرحمة في قبة العهد.
وتؤخذ جيفة العنزة الذبيحة إلى النار خارج المخيم. كبش الفداء هذا قربان الخطيئة عن المخيم كله، ولن يكتمل بدون كبش فداء. العنز التي ذبحت غطت خطيئتنا، والعنز التي بقيت حملت تلك الخطيئة إلى خارج المخيم إلى أبد الآبدين. امضوا إلى الأرض التي وعد إلهنا أبانا إبراهيم بها، امضوا كما أمركم الرب، عودوا إلينا بتقرير عن مدنها وشعبها وخصبها، واجمعوا كل ما تستطيعون من معلومات. والآن انطلقوا مع بركاتنا. هذا يوم احتفال، قريبا سنأكل خيرات الأرض مرة أخرى كما كنا في مصر. نعم، كما كنا في مصر. يجب أن تأكل. لا أستطيع، أنا قلق جدا. لكن يجب أن تأكل. حسناً، كعكة من المن. مر 40 يوماً تقريباً، هل تعتقد أنهم ما زالوا أحياء؟ قد تكون كجنة عدن ولا يريدون فراقها. إنهم هم! إنهم هم؟ صفورة، إنهم عائدون. حسناً، لقد طفنا جميع أنحاء البلاد، إنها تفيض لبناً وعسلاً. لكن سكان تلك الأرض أقوياء، والمدن مصورة وعظيمة جداً، ورأينا أبناء عناقة هناك، عمالقة كثير من العمالقة. أقول فلنذهب إليها حالا ونمتلك الأرض، لأننا قادرون حقا على ذلك. لا نقدر أن نقاوم هؤلاء الناس، إنهم أقوى منا، إنهم محاربون أشداء، سيفترسوننا. نحن كالجنادب مقارنة بهم. حسنا حسنا، دعونا نذوق خيرات هذه الأرض. تفضلوا ذوقوا جميعا. كم مرة سنكون ضحية كذبة وخدع؟ ماذا نتوقع غير ذلك؟ هل تعتقد أن أرضاً خصبة ستكون هناك بانتظارنا؟ لننتخب لنا قائداً يعيدنا إلى مصر. أؤيد ذلك. نرجع إليها، كان حالنا أفضل كعبيد منا كأموات. من المؤكد أن هؤلاء الجبابرة سيمزقوننا إرباً. لم أحضر زوجتي وأطفالي هنا لكي نذبح كالمواشي. إذن ماذا سنفعل؟ أنت ستقودنا،
يا أزور. نعم أزور، أزور، أنا أصوت لأزور. وأنا كذلك. وأنا كذلك. أنا أيضا. لماذا؟ لماذا لا نتحدث مع موسى ونناقشه؟ طفت خلال المخيم كله ووجدت أن الجميع يريدون العودة إلى مصر. هيا بنا. قررنا العودة إلى مصر بدلاً من أن نذبح كالمواشي. الله أحضركم هنا وهو سيخلصكم. لقد خدعنا. هؤلاء عمالقة في تلك الأرض. عمالقة. 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 من الذي سيخلصنا؟ كفى، أوقفوا هذا. اسمعوا، إن الأرض التي اجتزنا فيها أرض خيرات عظيمة تفيض لبنا وعسلا، وإن رضي عنا الرب يدخلنا إليها ويهبها لنا. إنما لا تتمردوا على الرب. لا تجزعوا من شعب الأرض لأن الرب معنا. لا ترهبوهم. إلى متى أصفح عن هذه الجماعة الشريرة المتذمرة علي؟ ستتساقط جثثكم في الصحراء، في هذه الصحراء، من ابن 20 سنة فما فوق، ممن تم إحصاؤهم وتذمروا علي. ويتيه بنوكم في الصحراء 40 سنة. هذا ما سأعاقب به هذه الجماعة الشريرة المتآمرة علي. تعال يا موسى نغادر هذا المكان القفر. سأبقى هنا، ولكني لا أستطيع أن أطلب منك البقاء. لكنك حياتي، حبي، وكل شيء لي. بعد 40 سنة من العشرة، تعرفين مدى معزتك عندي. إنني قلقة عليك من قضاء 40 سنة أخرى مع هؤلاء الشعب. ولكنهم شعبي يا صفورة. إنهم شعب الله، دعه يصارعهم. نستطيع العودة إلى مديان، إلى أسرتي. أعلم ذلك. كل هذا الوقت كنت أحلب قطعان مواشين على تلال الأرض التي وعدنا الله بها. أشك في أنني سأرى ذلك الحلم وقد تحقق في حياتي. يا موسى، قلبي ينفطر عليك. لا يا صفورة، أفضل أن أموت بالبرية مع الله على أن أموت في أرض الميعاد بدونه. هل توقف الشعب عن الشكوى؟ بالعكس، كانوا يشكون بمرارة. موسى! 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 نطلب أن نراك يا موسى. اخرج إلينا يا موسى. إنه يخاف أن يواجهنا. موسى، إذا لم تخرج من خيمتك دخلنا نحن إليك. لماذا أتيت بنا إلى هذه البرية لنموت فيها يا موسى؟ لا يوجد طعام ولا يوجد ماء. إننا نكره هذا المن البائس. لن نتركك يا موسى، لن نتركك. هيا بنا. هيا. هيا نذهب. إلى أين؟ أريد أن أقضي هذه الليلة تحت الشجرة في أسفل جبل نيبو. ولكن لماذا لا نبقى هنا حتى الصباح؟
لأنني أريد أن أصعد إلى الجبل في الصباح الباكر. يجب أن أذهب إلى جبل النيبو، لقد حان الوقت. لحظة يا أبي، إننا نشد الأحزمة. سأذهب لوحدي. لوحدك؟ لكنه بعيد يا أبي، سيصعب عليك تسلق الجبل. أنا قوي حتى وعمري 120 سنة، لم يخبو بصري ولم تضعف خطوتي. ولكن لماذا يجب عليك أن تذهب لوحدك؟ لقد حان الوقت. اقتربا، اقتربا لودعكما. يا أبي، ستعود إلينا. كلهم ذهبوا، مريم وهارون، وعلى الأخير يجب أن أذهب. أبي! 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 ماذا سنفعل بدونك؟ اسعيا إلى الرب إلهكما بكل إخلاص. لن نتركك تذهب لوحدك. انظر، أمي، فأروع تلك المرأة التي أنعم بها الله علي. ما أروع تلك الرحلة يا بني. الله يحب خلقه، إنه يشق طريقا لنا جميعا لنعود إليه. موسى قاد الشعب في البرية 40 سنة، وبعدها أخذ الله موسى إلى قمة جبل نابو ليعطيه لمحة عن الأرض الموعودة. ومات موسى في حضور الله، ودفن الله موسى، وقد ظل قبره مخفيا كل الوقت.